أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على اهتمام الدولة بالمواطنين المصريين في الخارج، وخلال لقائه عددا من رموز الجالية المصرية بالرياض، شدد عبد العاطي على الأهمية التي تليها الوزارة لتقديم خدمات قنصلية سريعة وميسرة للمصريين، وأيضا تذليل أي عقبات قد تعترضهم، منوها إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل القنصلي لتقليص المدة الزمنية لإنجاز تلك المعاملات وتيسيرها على المصريين في الخارج.